شباب اولى ثانوي، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما تبدا الهوم ورك بتاعك هعمل لك كده زي سامري سريع بحيث ان انت تسيستم دنيتك قبل ما تبدا الواجب. تعال نشوف كده اتكلمنا الحصه اللي فاتت في ايه. الحصه اللي فاتت كنا بنتكلم الحصه كلها كنا بنتكلم في حاجه واحده بس، ان سمشن الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. القانون ده سميناه نيوتنز سكند لو. لو انا عندي اوبجكت الماس بتاعته بسميها ام، لو في فورس اثرت عليها سميتها سميشن الفورس او النت فورس، فبالتالي الاوبجكت ده بيأكسلريت باكسلريشن اسمها ايه. يبقى ببساطه سميشن الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. تعالى نمسك القانون ده حته حته. اول حاجه سميشن الفورس دي هجيبها منين؟ يا اما هو هيديها لك جيفن، يا اما انت تجيبها من على الرسمه. بمعنى لو جيت عملت لك كده مثلا، قلت لك الاوبجكت ده بيأثر عليه 2 فورسز مثلا، هنا 7 نيوتن وهنا 2 نيوتن، فتعرف تجيب سميشن الفورس. برافو عليك. هتقول لي ايكوال كام؟ ايكوال 5. عملتها ازاي؟ لان الاثنين دول اوبزيت ان دايركشن، فبتقول الكبير ناقص الصغير في اتجاه مين؟ في اتجاه الكبير. يعني ال5 نيوتن هتأثر في اتجاه ال7. طيب الام الماس غالبا بيديها لك جيفن. لو ما ادهاكش جيفن، ايه التريكه اللي ممكن تيجي فيها؟ ان هو يديك الويت بتاع الاوبجكت. ليه؟ لان انا عارف ان الويت، اي ويت، هو ماس باي جرافيتي. الجرافيتي دي اللي انت عارفها ب 10 متر بير سكند سكوير. فلو اداك الويت وانت كده كده معاك الجرافيتي، فهتعوض تعويض مباشر تطلع الماس. الفكره كلها اللعب كله فين؟ اللعب كله بيبقى في الاكسلريشن. الاكسلريشن دي اللي انت غالبا بتجيبها من الايكويشنز اوف موشن. لو انت فاكر كان عندي كام ايكويشن اوف موشن؟ كانوا 3. اول ايكويشن بتربط ما بين في فاينل وتايم، يعني انا لو معايا الفي فاينل والتايم اقدر اعوض اطلع اكسلريشن. هنشوف ازاي. الايكويشن الثانيه ديسبيسمنت وتايم، لو معايا ديسبيسمنت وتايم اعوض اطلع الاكسلريشن. الثيرد ايكويشن بتربط ما بين الفي فاينل والديسبيسمنت، برضو اقدر اعوض اطلع الاكسلريشن. ازاي؟ تعال نشوف. نكتبهم الاول. الفيرست ايكويشن بقول ان الفي فاينل ايكوال الفي انيشال بلس الاي في التي. فانا بقول لك لو انت معاك الفي فاينل ومعاك التايم اقدر اعوض اطلع الاكسلريشن، وطبعا هيبقى مديك الفي انيشال. لو قال لي الاوبجكت ستارتد اتس موشن فروم ريست، فانت عارف ان الفي انيشال دي بزيرو. الايكويشن الثانيه اقدر اطلع منها الاكسلريشن ازاي؟ اكتب الايكويشن ديسبيسمنت ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي سكوير. فلو انت معاك التايم ومعاك الديسبيسمنت نفس الكلام اقدر اطلع الاكسلريشن. الثيرد ايكويشن بقول ان الفي فاينل سكوير ايكوال الفي انيشال سكوير برافو بلس 2 اي دي. فلو معايا الديسبيسمنت ومعايا الفي فاينل اقدر اعوض اطلع الاكسلريشن. طيب تعال نشوف حاجه تانية. لو جه مثلا رسم لي جراف ممكن اطلع برضو منه الاكسلريشن. ازاي؟ لو رسم لي مثلا ما بين الفي فاينل والتايم مره طبعا دايركت، ما بين الديسبيسمنت والتايم سكوير مره طبعا دايركت، لو رسم ما بين الفي فاينل سكوير وما بين الديسبيسمنت برضو دايركت، هطلع هنا الاكسلريشن ازاي؟ لو انت فاكر الايكويشنز اللي احنا كتبناهم من شويه، فاحنا كنا بنقول ها لو انا راسم ما بين الفي فاينل والتايم فالسلوب هو الاكسلريشن، لو راسم ما بين ديسبيسمنت وتايم سكوير فالسلوب هو هاف الاكسلريشن. في الثيرد ايكويشن لو راسم ما بين في فاينل سكوير وما بين الديسبيسمنت فالاسلوب هو 2 a. ببساطه هعمل كده. هنا مثلا لو جه البوينت دي اداني الكوردينتس بتاعتها، مثلا هنا ده 2 وده 5، هنا ده 2 وده 5 الاكس والواي. هنا البوينت دي الكوردينتس بتاعتها نفس الكلام 2 و5. الكوردينتس دي انت هتعمل بيها ايه؟ هتروح تجيب الاسلوب عادي جدا من الماث، هتقول ان الاسلوب هو واي على اكس. فانت عارف ان هنا الاسلوب ها هو واي على اكس اللي هو 5 اوفر 2 اللي هي ب 2.5. نفس الكلام هنا الاسلوب هو واي على اكس برضو 5 اوفر 2 اللي هي 2.5. هنا نفس الكلام الاسلوب ب 2.5. طيب هتطلع هنا الاكسلريشن ازاي؟ مش احنا لسه قايلين ان في الفيرست ايكويشن السلوب ده بيمثل لي الاكسلريشن، في السكند ايكويشن السلوب ده بيمثل لي هاف الاكسلريشن، في الثيرد ايكويشن السلوب ده بيمثل لي ال2 باي الاكسلريشن. فلو عوضت تعويض مباشر هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان في الفيرست ايكويشن خلاص الاكسلريشن ب 2.5 خلصت. هنا في السكند ايكويشن هتلاقي ان 2.5 ايكوال هاف الاكسلريشن، نص الاكسلريشن ب 2.5، يبقى الاكسلريشن كلها بكام؟ ب 5. هنا نفس الكلام ساوي ده بده، يبقى ال 2a ايكوال 2.5.
يبقى الـ A لوحدها equal A، هاخد الـ 2 دي احطها الناحية التانية بالـ divided، فيبقى 2.5 divided 2 اللي هي 1.25. يبقى كده الكلام كله اللي انا بتكلم عليه على acceleration. هنا قدرت اطلع الاكسلريشن 2.5، هنا الاكسلريشن ب 5، هنا الاكسلريشن 1.25. يبقى تاني لما بتكلم على نيوتن سكند لو، نيوتن سكند لو ببساطه سميشن الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. قلت لك ايه التريكه اللي ممكن تيجي في الفورس، ايه التريكه اللي ممكن تيجي في الماس، وايه التريكه اللي ممكن تيجي في الاكسلريشن، ودي اهم واحده واللي بيبقى فيها لعب كتير، لان الاكسلريشن دي معتمده على الترم الاول. بروح اجيبها من الايكويشنز اوف موشن، معايا في فاينل وتايم بعوض في الايكويشن الاولى، لو معايا displacement و time عوض في الايكويشن التانية، لو معايا v final و displacement عوض في الايكويشن التالتة. ولو رسم لي graphs ببساطة السلوب ها في الايكويشن الاولى هو الاكسلريشن، في السكند ايكويشن هو half الاكسلريشن، في الثيرد ايكويشن هو 2 by الاكسلريشن. طيب تعالى نشوف حاجة تانية، نكتب الرول تاني. انت بتقول ان summation الفورس equal mass by acceleration، تعال نشوف الجزء اللي هو بتاع الريشيوز. بمعنى انا عارف ان summation الفورس دايركت مع الماس، يعني لو انا عندي 2 masses واحدة صغيرة وواحدة كبيرة، اكيد الماس الكبيرة محتاجة فورس كبيرة والماس الصغيرة محتاجة فورس صغيرة عشان تحركها، يعني الفورس دايركت مع الماس. نفس الكلام ها لو عندي 2 اوبجكتس هتاثر عليهم بفورسز، فاكيد الفورس لو اثرت بفورس كبيره هتعمل اكسلريشن كبيره، هتغير السرعه بريد كبير. لو عندي فورس اثرت على الاوبجكت والفورس دي كانت صغيره، فبالتالي هتاكسلريت الاوبجكت، هتغير سرعته بريد صغير، يبقى الفورس دايركت مع الاكسلريشن. يبقى تاني لو الاكسلريشن ثابته الفورس والماس دايركت، طب لو الماس هي اللي ثابته يبقى الفورس والاكسلريشن هما اللي دايركت. طب لو جيت بقى ثبتت الفورس، يعني عندي 2 اوبجكتس مثلا، ده كده الماس بتاعته كبيره مثلا، وده اوبجكت الماس بتاعته صغيره، وجيت قلت لك ان انا هاثر على الاوبجكت ده مره ب 5 نيوتن وعلى الاوبجكت الثاني بنفس ال 5 نيوتن، خلي بالك كده انا ثبتت الفورس. فتفتكر ها الاثنين سرعتهم هتتغير، بس مين الاكسلريشن بتاعته هتبقى اعلى؟ اكيد اللي الماس بتاعته صغيره. ليه؟ لان ده خفيف ومجرد ما تحركه سرعته هتزيد بريت اكبر، يبقى هنا الماس الصغيره هيقابلها اكسلريشن كبيره، لكن الماس الكبيره هيقابلها اكسلريشن صغيره، يعني الماس والاكسلريشن ساعتها هيبقوا انفرس. نهايه الكلام الفورس ماس باي اكسلريشن، لو الاكسلريشن ثابته الفورس دايركت مع الماس، لو الماس ثابته الفورس دايركت مع الاكسلريشن. طب لو الفورس هي الثابته يبقى الماس والاكسلريشن عكس بعض انفرس. تعال نكتب الكلام ده. يبقى اول حاجه هتقول لي ان الفورس ها دايركت مع الماس، ده امتى؟ لو الاكسلريشن هي اللي ثابته. طيب تعال نعمل ريشيو كده، لو الفورس والماس دايركت مع بعض، لو عندي اكتر من فاليو للماس، يعني مثلا عندي 2 اوبجكتس وهنا اكتر من فاليو للفورسز لان باثر على كل واحد بفورس مختلفه، فاعمل ريشيو ازاي؟ يبقى هقول اف1 على اف2 ايكوال ام1 على ام2، دي سهله ما فيهاش مشكله. طيب الكيس الثانيه، احنا اول حاجه قلنا ان الفورس دايركت مع الماس لو اكسلريشن ثابت، ثاني حاجه الفورس دايركت مع الاكسلريشن لو الماس هي اللي ثابته. طب تعالى نعمل ريشيو، نفس الكلام بالظبط، هيبقى اف1 على اف2 ايكوال اكسلريشن 1 على اكسلريشن 2. طيب تعالى نشوف الكيس الثالث، يبقى انا مره ثبتت الاكسلريشن مره ثبتت الماس، تعالى بقى نثبت الفورس نفسها. لو قلت لك ان الفورس هي اللي ثابته فانت ساعتها قلت لي يبقى الماس والاكسلريشن عكس بعض انفرس، يبقى الماس انفرس مع الاكسلريشن، يعني هكتب ام1 على ام2 ايكوال اكسلريشن 2 على اكسلريشن 1، عكست. ليه؟ لان هما انفرس. طيب لو جه قال لي مثلا، قال لي ان الماس زادت للدبل، ايه اللي يحصل للفورس؟ هتزيد للدبل، لان انت قلت لي الماس زي الفورس. يبقى تاني لو الماس زادت للدبل يبقى الفورس تزيد للدبل. لو قال لي ان الماس مثلا ديكريزد تو اتس هاف يبقى الفورس ديكريزد تو اتس هاف. لو قال لي ان الاكسلريشن انكريز 3 تايمز يبقى الفورس انكريز 3 تايمز. الاكسلريشن مثلا ديكريز تو اتس 1 ثيرد يبقى الفورس ديكريز تو اتس 1 ثيرد، زي بعض دايركت. لكن هنا الماس والاكسلريشن دي اللي انا بعكس فيها، يعني لو قال لي مثلا ان الاكسلريشن او خلينا نقول ان الماس زادت للدبل يبقى الاكسلريشن ديكريزد تو اتس هاف، ده زاد مرتين ده يقل النص. طب الماس انكريز 3 تايمز، الماس زادت 3 مرات يبقى الاكسلريشن ديكريزد تو اتس 1 ثيرد، دي زادت 3 مرات دي تقل 3 مرات وهكذا. طيب تعال نشوف الجرافز. بص يا سيدي، هنا الفورس دايركت مع الماس، تعال نرسم الجراف ده، ادي الفورس وادي الماس، وانت قلت لي ان هما دايركت، تعرف تجيب الاسلوب؟ اه. ازاي؟ تعرف ان الاسلوب هو واي على اكس،
يبقى الفورس اوفر الام. لو قلت فورس اوفر الام هتديني الاكسلريشن منين؟ من الرول اهو، الفورس ايكوال ماس باي اكسلريشن. فلو قلت الفورس ديفايدد الماس يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى الاكسلريشن هي السلوب. طيب لو جيت رسمت في الكيس الثانيه، انت بتقول لي ان الفورس دايركت مع الاكسلريشن، فلو قلت ان دي الفورس، تعالى كده نلعب لعبه، قلت لك دي الاكسلريشن ودي الفورس، فتقول لي برضو دايركت. بس هنا التركه فين بقى؟ التركه هنا في السلوب. هنا السلوب هيبقى ايه؟ اوعى تقول ام. ليه؟ انت عارف ان السلوب ها هو واي على اكس، يبقى acceleration divided الفورس، يبقى مش هتدي ام، هتدي 1 اوفر الام. طيب هنا ما بين الماس والاكسلريشن قلت لي انفرس، تعالى نرسم كده. لو انا جيت قلت لك ان ده كده الماس بتاعتي، قلت لك ان دي الاكسلريشن، فقلت لي انفرس. طب لو انا عكست، بدل ما اخليها ما بين الاكسلريشن والماس، لو قلبت دي خليتها 1 اوفر ماس، فالعلاقه بتاعتي بدل ما تبقى انفرس هتتقلب تبقى دايركت. بمعنى لو رسمت كده قلت لك نفس الكلام، دي اكسلريشن بس دي بقى مش ام، هخليها 1 اوفر ام. هي لما كانت ام كانت انفرس، لما انت تقلبها 1 اوفر ام فتتقلب تبقى دايركت. وبرافو عليك، ساعتها الاسلوب هيبقى هو الفورس، ساعتها الاسلوب هيبقى هو الفورس. يبقى تاني لما اجي ارسم ما بين الاكسلريشن 1 اوفر ام، يبقى هات الاسلوب هو الفورس. ليه؟ لان الاسلوب ها هو ايكوال واي على اكس. مين اللي على الواي؟ الاي. مين اللي على الاكس؟ 1 اوفر ام. يبقى ايه ديفايدد 1 ديفايدد ام، تحت اللي تحت يطلع فوق، فتبقى اي باي ام اللي هي الفورس. طيب ده كده سريعا اللي قلناه الحصه اللي فاتت، ما فيهوش اكتر من كده. يبقى ده كده اللمه بتاعت الحصه اللي فاتت. طيب اخر جزء ننهي بيه الجزء بتاع الجرافس، عشان لو في حد ناسي حاجه من الجرافس بتاعت الترم الاول. بص يا سيدي، لو انا جيت رسمت هنا، ركز كده معايا، نملاها جرافس دلوقتي. ايه ده كله؟ معلش يعني حاول بقى نستحمل الناس اللي هي قالت لك ويل للدفعه من شر اقترب. اقول لك انا ايه الدفعه الترم الثاني، انا هعوض الترم الثاني وانا هطلع الاول الترم الثاني، والدفعه مش عارف خافي وما تخافيش ومش عارف، الناس لسه ما فتحتش كتاب. انت بتقول انا هسوي وهعمل الترم الثاني، الترم الثاني قرب يخلص، افتح كتابه عشان خاطري، عشان خاطري ذاكر. تعال نشوف لما اجي ارسم هنا ما بين ديسبيسمنت وتايم مره، ما بين في وتايم مره، ما بين اكسلريشن وتايم مره. تاني ديسبيسمنت وتايم، اكيد مش عيدهم هم، هيبقى في اختلاف، في وتايم مره، اكسلريشن وتايم مره. تاني هنا ديسبيسمنت وتايم مره، في وتايم مره، وهنا اكسلريشن وتايم مره. تعال نشوف ايه الفرق. ركز كده معايا، لو جيت هنا اول مره عملت المنظر ده، عملت كده كيرف قريب من الاكس، وعملت كيرف قريب من الواي. ايه الفرق في دول؟ واحده واحده. الثلاثه دول ما بين ديسبيسمنت وتايم. لو انت فاكر الترم الاول انا على طول كان شغلي على السلوب. السلوب يا اما يونيفورم او نون يونيفورم. يونيفورم لو الرسمه ستريت لاين، نون يونيفورم بيتغير لو الرسمه بتاعتي كيرف. بمعنى مش انت راسم هنا ما بين ديسبيسمنت وتايم مين السلوب؟ هو الفي. طب هنا ديسبيسمنت وتايم السلوب هو الفي، ديسبيسمنت وتايم السلوب هو الفي. السلوب اللي هو الفي ده بقى يا اما يونيفورم لو الرسمه بتاعتي ستريت لاين، يبقى ده يونيفورم، ده كده السرعه ثابته. طيب لو الرسمه بتاعتي كيرف، سواء كيرف قريب من الاكس او كيرف قريب من الواي، طالما كيرف يبقى الاسلوب بتاعي اللي هو هنا الفي ده نون يونيفورم، بيتغير. واي حاجه بتتغير ليها كام احتمال؟ اتنين، على حسب هل هي بتزيد ولا بتقل. تعال نشوف، لو الكيرف، لو انت فاكر بقى الكيرف قريب من الاكس يبقى معناها السرعه بتزيد، لو الكيرف قريب من الواي يبقى معناها ان السرعه بتقل. يبقى ده الفرق ما بين الثلاثه، هنا سرعه ثابته، هنا بتتغير وهنا بتتغير، بس عشان الكيرف قريب من الاكس سرعه بتزيد، عشان الكيرف قريب من الواي سرعه بتقل. طيب تعال نشوف حاجه بقى، لو انا جيت قلت لك خلاص اتفقنا هنا ان السرعه ثابته، فلما اجي ارسم ما بين السرعه وما بين التايم، خلاص انت قلت لي ان هي ثابته، ده هو ده، ده سرعه ثابته وده سرعه ثابته، بس ايه الفرق هنا ما بين ديسبيسمنت وتايم، هنا ما بين فيلوسيتي وتايم؟ طيب طالما السرعه ثابته الاكسلريشن بكام؟ بزيرو. هرسم ستريت لاين كده على زيرو، ان الاكسلريشن قيمتها بزيرو لان السرعه بتاعتي ثابته. يبقى الصف ده كله نفس المعنى. طب تعالى هنا، انت قلت لي هنا سرعه بتزيد، فلما اجي ارسم ما بين الفي والتي هتعمل ستريت لاين طالع ولا نازل؟ اكيد طالع عشان سرعه بتزيد. طيب وطالما السرعه بتزيد معناها الاكسلريشن هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هتبقى بوزيتيف. يبقى معناها طالما السرعه بتتغير في اكسلريشن، على حسب السرعه بتزيد الاكسلريشن بوزيتيف، يبقى هعمل اهو الاكسلريشن يونيفورم اكسلريشن وتحديدا في البوزيتيف دايركشن. طيب تعالى بقى هنا، هنا قلت لي ان السرعه بتقل، لو انا راسم ما بين ديسبيسمنت وتايم رسمت كيرف قريب من الواي، طيب لو راسم ما بين الفي والتايم وبتقول لي ان السرعه بتقل، فاكيد الستريت لاين بتاعي هيبقى نازل.
وطالما السرعه بتقل فالاكسلريشن بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ برافو هتبقى نيجاتيف. فهرسمها فين؟ في النيجاتيف واي دايركشن. يبقى هنا الاكسلريشن بتاعتي بتبقى نيجاتيف. يبقى ده نفس المعنى، ده نفس المعنى، ده يدي نفس المعنى. هنا سرعه ثابته، هنا سرعه بتزيد، هنا سرعه بتقل. ايه اللي احنا هنزوده؟ ده كله كده ترم اول. ايه اللي احنا هنزوده؟ الحاجتين اللي خدناهم في بدايه الترم ده، ايه اللي هيحصل للمومنتوم وايه اللي هيحصل للفورس؟ ريح دماغك على طول. المومنتوم زي الفي، يعني اللي بيحصل للفي بيحصل للمومنتوم. يعني لو الفي ثابته مومنتوم ثابت، الفي بتزيد مومنتوم بيزيد، في بتقل مومنتوم بيقل. طيب ايه اللي بيحصل للفورس؟ الفورس احنا قلنا من نيوتن سكند لو هو دايركت مع الاكسلريشن. فلو ها الاكسلريشن بوزيتيف فورس بوزيتيف، اكسلريشن نيجاتيف فورس نيجاتيف، وهكذا. بمعنى انا ممكن اجي ازود هنا كده على الجزء ده، مش دي في زيها زي المومنتوم بالظبط، مش دي ايه زيها زي الفورس بالظبط. يعني طالما هنا الاي بزيرو فالفورس بزيرو، هنا مش ده في زيه زي المومنتوم، مش دي ايه زيها زي الفورس، وهكذا. هنا الاي بوزيتيف فالفورس بوزيتيف. يعني ايه فورس بوزيتيف؟ يعني انت بتسرع، يعني الاكسلريشن بوزيتيف معناها ان انت بتاثر بفورس في اتجاه الحركه. لكن هنا عشان الاكسلريشن نيجاتيف فالفورس كمان معناها ان هي نيجاتيف. يعني ايه الفورس نيجاتيف؟ معناها ان انت بتبطئ، معناها ان الفورس عكس اتجاه الحركه. يعني كان في واحد بيتحرك ناحيتي كده وانا باثر عليه بفورس ان اوبزيت دايركشن، بحاول ان انا ابطئه. نفس الكلام طالما هنا في فالفي زيها زي المومنتوم. يبقى تاني اللي بيحصل للفي هو هو اللي بيحصل للمومنتوم، اللي بيحصل للاكسلريشن هو هو اللي بيحصل للفورس. ده كده بشكل سريع، ده كده السيستمة بتاعت السيشن اللي فات. شكرا وربنا معاك.